في 3 شهور بس استنى الدولار ب 45 جنيه، صدمة كشفها بنك عالمي واللي بيأكد ان مصر في سباق مع الزمن. ولو بندور على مخرج من الأزمة اللي بنعيشها يبقى لازم ننفذ الحل ده وبسرعة. فيا ترى البنك ده قال ايه؟ وايه توقعاته للجنيه على المدى القصير والبعيد؟ وايه اللي قاله بخصوص ديون مصر؟ هل مش هنقدر نسدد فعلا ولا احنا في الأمان؟ أسئلة إجابتها مهمة جدا وهتعرفوها معانا في الفيديو ده. تقرير جديد لبنك كريدت سويس السويسري كشف فيه عن توقعات للأسف كانت متشائمة بخصوص الاقتصاد المصري، وبعد ما كانت نظرته للاقتصاد محايدة في ديسمبر 2022 نظرته في فبراير بقت سلبية، ودلوقتي بقت سلبية أكتر. والسبب في التغيير ده وقف الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وخاصة برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري. طيب ده نتيجته إيه؟ للأسف البنك السويسري توقع تراجع الجنيه بقيمة 30% مقارنة بسعره الحالي في السوق الموازية، عشان يوصل الدولار الواحد خلال 3 شهور ل 45 جنيه تقريبا، لكن التوقعات لمدة 12 شهر بتتكلم عن 33 ل 34 جنيه لكل دولار. وحسب التقرير كل تأخير في تنفيذ برنامج اقتراحات الحكومية بيزود من مخاطر خفض سعر الجنيه. وصحيح الحكومة بدأت خطتها لطرح حصص ال 32 شركة المملوكة من الدول، بس المشكلة ان التراجع اللي حصل في سعر الجنيه الفترة اللي فاتت اتسبب في فجوة بين السعر اللي الحكومة كانت ناوية تبيع بيه والسعر دلوقتي حسب التقرير. ومن قيمة الجنيه ننقل على الديون اللي التقرير كان متفائل شوية بخصوصها. طيب ازاي؟ بنك كريدت سويس شاف ان مصر هتقدر تسدد الديون اللي عليها لان عندنا احتياطات كويسة من النقد الاجنبي، ولسه معانا دعم صندوق النقد والدعم الخليجي. وصحيح ممكن يتم اعادة هيكلة او جدولة بعض الديون علشان نأخر مواعيد سددها، بس ده هيكون بالتراضي علشان نسهل السداد علينا. والفكرة كلها ان تقرير كريدت سويس جاي بعد ايام من صدور تقرير بنك ستاندرد تشارترد، واللي اتكلم عن احتياج مصر لسداد حوالي 25 مليار دولار سنويا على مدار 4 سنين الجايه، وتحديدا من 2024 ل 2027، ومنهم 10 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و6 مليار يورو للسندات المقاومه باليورو. ده كمان توقع وصول سعر الدولار في البنك ل 38 جنيه و40 قرش، وشايف ان نقص الدولار وصعوبه الحصول عليه هيعمل قلق للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية، وعشان كده طالب بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وده برضو رأي بنك كريدت سويس اللي شايف ان بيع الشركات المملوكة للدولة هيكون اسرع طريق لزيادة احتياطات مصر من النقد الاجنبي. ومؤخرا اعلنت الحكومة عن بيع 10% من راس مال الشركة المصرية للاتصالات، وفي نفس الوقت بتخطط لجمع 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الجاي. ودلوقتي بقى قول لنا ايه رأيك في تقرير البنوك العالمية اللي كل شوية تتوقع تخفيض قيمة الجنيه وتتكلم عن ديون مصر؟ وهل شايفين ان التقارير دي منطقية فعلا؟ وهل ده معناه ان في تعويم جديد هيحصل، ولا شايفين الحكومة هتقدر تحل أزمة الدولار في مصر؟